اهلا بكم في قناه 5 minute practice. معكم خالد محي الدين وفيديو جديد من سلسله معلومه على المشي. ازاي تدعي بالانجليزي؟ عندنا اسلوبين بنستخدمهم للدعاء. اول واحد هو او الله او الله، وتاني واحد هو I pray that I pray that. او الله معناه يا رب او اللهم، والتاني I pray that اللي هو معناه ادعو الله ان. طب نستخدمهم ازاي بقى؟ هتمسك اول واحد او الله، لما تيجي تستخدمه تخيل كده ان انت، يعني تخيل بس مش اكتر عشان تفهم، ان انت قدامك شخص وبتطلب منه حاجة، قدامك واحد صاحبك بتقول له ايه، ما تساعدني، ما تنقذني من المحنة اللي انا فيها، مش كده يعني. فتخيل بس ان ده الاسلوب اللي هنستخدمه. فلما هنيجي نقول او الله هنستخدم مثلا help me، او الله help me يا رب ساعدني، او الله forgive me يا رب سامحني، او الله make me rich يا رب خليني شخص غني، او الله I seek your mercy يا رب انا بسعى لرحمتك. mercy يعني رحمة، و I seek معناها انا بسعى. طيب الاسلوب التاني I pray that بنستخدمه امتى؟ حط وراه حاجة نفسك تحصل. يعني مثلا I pray that الاهلي wins against الزمالك. بالمناسبة انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، بدعو الله ان الاهلي يكسب الزمالك او العكس طبعا. I pray that I go to heaven، أنا بدعو الله أن أذهب للجنة. I pray that I get a car، أنا بدعي أن أنا أحصل على سيارة. بتقول I pray that وحاجة تحصل بعدها، أي حاجة بقى نفسك فيها. يبقى دول الأسلوبين اللي بنستخدمهم علشان ندعي بيهم. في أساليب تانية؟ في طرق تانية كتير وفي أدعية كتير وهكذا. طيب لو أنت شخص مبتدئ قوي وما بتعرفش تكون جملة على بعض، قول اللي أنت تقدر عليه، ما تخليش الكلام يقف قدامك. فقلت مثلا إيه I pray that coronavirus go، ايه المشكلة؟ انت حاولت تعبر بالدعاء ان انت يا رب الكورونا فيروس دي تمشي من عندنا خالص وتختفي من العالم. ولكن انت لو في الاول قررت انك مش عايز تتكلم لانك خايف تنطق غلط او خايف تقول كلام غلط، يبقى مش هتوصل خالص للمستوى اللي بعد كده، يبقى لازم تغلط علشان تقدر تتحسن. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. وفي النهاية واخيرا وليس اخيرا، احب اقول حاجة مهمة قوي. او الله make my channel reaches 1 million subscribers، يا رب خلي قناتي توصل لمليون مشترك، قول امين. يلا تنسوش لو الفيديو عجبكم اعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.